موضوع الذي عنونا له مسألة، وحقيقة هذه المسألة هي سببها جلسة خلوية خلقنا مع بعض الأخوة إلى يعني كما يقال السيح، ودارت مناقشات في بعض المسائل، ومن هذه المسائل طرح أحد الأخوة مسألة إذا قام إنسان من نومه على جنابه، فلو أنه ذهب ليغتسل طلعت عليه الشمس، يعني قام في وقت متأخر، يعني لم يبقى عن طلوع الشمس إلا دقائق، فلو أنه ذهب يغتسل طلعت عليه الشمس، ولو أنه تيمم أدرك الوقت وصلى الفجر، فأيهما يبتدي؟ هل يذهب للاغتسال من الجنابة ثم يصلي وإن طلعت عليه الشمس أي بعد طلوع الشمس لأنه لا يكفيه الوقت، أو أنه يتيمم ويصلي؟ وهذه المسألة كان من رأي الأخوة عند المناقشة أنه عليه أن يبتدي بالغسل وأن يصلي وإن طلعت عليه الشمس بعد ذلك، عليه أن يهتم بالغسل. فحقيقة بحثت عن هذه المسألة فوجدت الإمام السالمي رحمه الله في الجوابات يذكرها، وذكر فيها قولين. القول الأول وهو أنه يهتم بالاغتسال ويغتسل ثم يصلي ولو خرج الوقت، والقول الثاني أنه يتيمم ويصلي في الوقت قبل خروجه ليدرك الوقت. وهذا القول الثاني هو الذي مال إليه رحمه الله تعالى، وذكر بأنه قول شيخه الصالح علي الشيخ علي بن صالح الحارثي أو صالح بن علي الحارثي رحمه الله عز وجل. وذكر في ذلك تعليلا فقال ما معنى كلامي؟ أن الغسل له بدل، أما الوقت فليس له بدل، ولا ريب أننا نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل للاغتسال بدلا وهو التيمم، وهذا ما أشار الله تعالى إليه في قوله في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فذكر الله سبحانه وتعالى للاغتسال بدل أو للطهارة بدل وهو التيمم. وهذا أيضا واضح من سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عند الإمام الربيع رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أو أمر في معركة ذات السلاسل
جعل أميرها عمرو بن العاص، واجتنب عمرو في ليلة من وهم قادمون راجعون إلى المدينة، كانت ليلة باردة، فاجتنب وتيمم وصلى بهم الفجر. طبعا هو أمير الجيش، فصلى بهم الفجر دون أن يغتسل مع وجود الماء، وكان من في ذلك الجيش من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيه ذلك الجيش أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وسيدنا عمر، وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فصلى بهم وهو يتيمم، وصلى بهم دون أن يغتسل مع وجود الماء. فلما رجعوا المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله عمرو، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو عما فعل، فقال: يا رسول الله، وجدت الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من جوابه، ذلك يدل على إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له لفعله، لأنه خشي البرد، شدة البرد، فما كان منه إلا أن يتيمم دون أن يغتسل. وأيضا ما ورد أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا من إحدى المعارك، وكان أحدهم قد شق رأسه، وأيضا كانوا في ليلة باردة، وذلك الرجل الذي شق رأسه أي احتلم في ليلته تلك، فسأل أصحاب الموجودين بقربه، سألهم ماذا يفعل، ماذا عليه أن يفعل، فأمروه أن يغتسل، فاغتسل فكز عليه البرد فمات. فلما رجعوا إلى المدينة أيضا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من أمر ذلك الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه، قتلهم الله، ماذا عليهم لو أمروه بالتيمم؟ فهنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن مسألة البدل، وإن كان مع وجود الماء، فهنا في قصة عمرو بن العاص الماء موجود، لكنه بسبب شدة البرد لم يستطع عمرو الاغتسال، فتيمم وصلى بهم إماما. وأيضا مسألة ذلك الرجل الآخر عندما أفتوه بأنه عليه أن يغتسل، فاغتسل فكز عليه البرد بسبب وجود ذلك الجرح في رأسه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أغلظ عليهم في ذلك القول، وقال: قتلوه، قتلهم الله، ماذا عليهم لو أمروه بالتيمم. وأيضا ما جاء بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون وجروحهم تثعب دما، ذلك يدل على إدراك الوقت، سرعة إدراك الوقت لأداء الصلاة. فهنا البدل في الاغتسال ظاهر من الآية الكريمة وما جاء
في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.